السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج خدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا راح تكون حلقه خاصه بدائره او مديريه اقامه وجوازات مطار بغداد الدولي. هذه البوابه الرئيسيه لتمثل واجهه العراق. هناك تفاصيل كثيره واسئله واستفسارات راح يتم الإجابة عليها بشكل مباشر، وأيضا إذا عندكم استفسارات واتصالات راح تكون أرقام الهواتف أسفل الشاشة، ممكن يعد استفسار يتواصل ويانا بشكل مباشر مع العميد وسام الزهيري مدير إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي. راح بك أجمل ترحب. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز، شكرا جزيلا لحضورك، شكرا لتلبية الدعوة، وشكرا لجهودكم، بصراحة جهود كبيرة. الحمد لله، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. الله يحفظكم سيادة العميد. الكثير يمكن أكيد من الناس، وأنا قبل البرنامج من جلسنا سوية قلت لك أنا بصراحة ما أعرف شو عملكم، يعني أنا كإعلام ما أعرف عملكم، لكن أكيد وقلت لي أنت أكو هناك دهاليز كبيرة بعملنا ما حد يعرفها. اليوم راح نعرف اللي يسمح به بالمعرفة أو تصير صورة أمام الناس شنو دوركم، شنو مديرية الإقامة، وشنو عملكم ويا الجوازات، شنو تتعاملون مع المسافر العراقي أو المغترب أو غير جنسيات أخرى، كل هاي التفاصيل أتمنى. لكن السؤال الأول دائما نعتاد أن نقوله مقدم البرنامج مع ضيفة، هو شنو عملكم؟ يعتبر قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي من أهم الأقسام العاملة في المطار، ويعتبر روح المطار. عملنا إدخال بيانات المسافرين المغادرين والقادمين من العراقيين والأجانب، وكذلك منح سمات الدخول للأجانب، وتقديم أفضل الخدمات وانسيابية العمل، انسيابية المسافرين، تسهيل إجراءاتهم. هذا عملنا الأساس. جميل. بما أن تقول بأنه نمنح السمات وفيزا كذا، فبالتأكيد هي أموال، شو تعتمدون عليه؟ شلون آلية يعني دفع الأموال؟ الدفع رسوم سمة الدخول يعني تكون مباشرة من المسافر نفسه، أو عن طريق حاليا إن شاء الله راح يفتح الدفع الإلكتروني إن شاء الله نصبنا الأجهزة. جميل. هذا عملكم أنتم بداخل مطار بغداد، هو بالتالي نفس هذا العمل يكون بمديرية الإقامة في بغداد وفي بعض المنافذ الحدودية أيضا، أو كل المنافذ الحدودية. كل المنافذ الحدودية والمطارات هي عملها واحد. أما مديرية الإقامة هي منح الموافقات الخاصة بسمات الدخول. ثم عملتوا أكيد بمديرية الإقامة في بغداد. نعم نعم. شلون تتعاملون ويا الأجانب، العمالة الأجنبية؟ العمالة الأجنبية تعتبر يعني تأخذ موافقات مسبقة من قبل وزارة الداخلية لممثلة مديرية الإقامة، عن طريق الطلبات الشخصية وعن طريق الشركات العاملة في البلد. مسموح كل الجنسيات؟ لو أكو بعض الجنسيات مثلا ما مسموح بالعمل بها؟ حاليا هو بعض الجنسيات غير مصرح. جيد. بخصوص الإقامة سيادة العميد، يعني المتجاوزين على الإقامة، أعتقد قبل فترة أعطيته يعني عفو فترة محددة. نعم. شنو الإجراءات القانونية بحقه؟ بالنسبة للمتجاوز انه يرحل ويمنع من الدخول للبلد نهائيا. اكو منع دائمي واكو منع وقتي. المنع الوقتي لمدة سنتين، والمنع الدائمي. الدائمي شنو اسبابه؟ كل واحد الى ظرفه الخاص يعني. جميل. تحدثت لي اثناء الحديث عن البوابة الالكترونية، تقول يعني راح يصير دفع الالكتروني، شنو قصدك بالبوابة الالكترونية؟ نقصد انه بعد ما اصدر الجواز الالكتروني انه تم نصب البوابات الالكترونية في مطار بغداد ان شاء الله، ومطار البصرة، وكل المطارات العراقية. هاي البوابة الالكترونية مرتبطة بالجواز الالكتروني اللي هو يقلل من زخم المسافرين، سرعة في دخول المسافرين. جميل. تصير اكو اشكالية جناب العميد، يعني مثلا اذكر شفت عائله وياهم اطفال منعوهم من السفر
قالوا الا الاب يجي او وكاله ما فهمت شنو القضيه. نعم هذا القاصرين انه تعرف انه لازم ولي الامر يا اما يعمل وكاله خاصه او يحضر بنفسه، وهي اهميه وكاله خاصه اللي اكثر الناس حاليا تجهل يعني هذا العمل، انه نطلب من كل اولياء الامور اللي يرغب اذا ما كان ما موجود او ما عنده مجال انه يسافر مع عائلته مع اطفاله يصدر وكاله خاصه لاحد الاشخاص اللي هو يعني يختارهم. يعني اي منفذ ما بيها لازم يجيب وكاله خاصه. نعم. منين وكاله خاصه؟ من كاتب عدل. كاتب عدل. نعم. مصدقه. نعم. اذا كان بالخارج من السفاره يقدر يعملها. من السفاره؟ نعم. معتمدة يعني مصدقه من سفارتنا. اذا جيد، ما دمنا بهذا المضمار سياده العميد، نحكي على الخارج. قضيه بعض الاسماء ما عندهم مثلا مواليد مغيروها، تلعبوا بالمواليد. نعم. كذلك بالاسماء خارج العراق بسبب النظام السابق. صحيح. حتى يخافون بانه هناك بالخارج يتم تلاحقون او يسوي لهم مشاكل، فصار تغيير. هسه حاليا رجع الوضع طبيعي. شنو الاجراءات حتى يدخل؟ ما عنده مسبسكات، ما عنده شيء يثبت، يعني جواز الخارج يقرا شيء. نعم. والجواز والمعلومات العراقيه تقرا شيء ثاني. نعم. هناك اكثريتهم اللي غيروا اسمائهم غيروها بقرار محكمه من البلد اللي هو عايش به. والبلد عفوا سياده العميد، البلد اللي عايش به عنده بالجواز كل المعلومات. زين يقول لك هاي راح يصير لي مشكله انا في البلد اللي انا عايش به. يقدر عن طريق انه مديريه الجنسيه عندنا موقع خاص بتغيير الالقاب يعني والاسماء، ويقدر يقدم يعني غير حسب الخارج. نعم نعم بالضبط نفس. نعم. الخارج غير. نعم. ايش قد المواطن العراقي له حق يغير المواليد والاسم؟ لا المواليد ما يتغير، فقط الاسم واللقب. حتى قضيه المغتربين وعندهم مشاكل. نعم. كذا فقط الاسم واللقب. نعم. نعم. احسنتم. احنا مقبلين على زيارة الاربعينيين، تعرف الاعداد هي غير طبيعية بصراحة، يعني توصل الى ملايين. نعم. وخاصة هسه بعد انفتاح العراق وتسهيلات اللي قدموها العراقيين، يعني ذاك اليوم سمعت رئيس الوزراء الاستاذ محمد الشيع انطى منح للاخوة الباكستانيين زائري عتبات المقدسة 100,000 بدون سمة دخول. فهاي الاعداد يعني كبيرة، شو راح تتعاملون وياها؟ هل الاعداد اللي تعمل معاكم المنتسبين تكفي لاستقبال هكذا اعداد كبيره بمطار بغداد؟ يعني حاليا زياره العتبات المقدسه الزوار انه لها وضع خاص، او السيد معالي وزير الداخليه انه بنفسه يشرف على هاي الزياره، وجاي هيئ لنا الكوادر لكل المنافذ، هيئنا كوادر اضافيه وان شاء الله يعني نقوم بالواجب. جيد. شنو المطلوب حتى تمضي هاي الاعداد؟ يحتاجكم الى دعم؟ نعم قلت لك يعني حصلنا دعم من مديرياتنا بالضباط والمنتسبين ان يعني حتى يلفل بالغرض. جيد. اكو بعض الاحيان جوازات منتهيه الصلاحيه، خاصه اللي يريد يسافر خارج العراق، واللي يريد يسافر داخل العراق ممكن الجنسية منتهية الصلاحية. شلون تتعاملون مع الداخل والخارج؟ بالنسبة للجواز كعراقي منتهي جوازه انه ما يسمح له بالسفر، تدري انت الجواز لازم يكون باقل من مدة نفاذية 6 أشهر، هذا نظام دولي معمول به. اما اذا كان هو عراقي وجوازه منتهي فمن ويحب يعني يرجع البلد فهذا من حقه انه جاي على بلده حتى وان كان الجواز منتهي. يعني يدخلوا بالمطار؟ اكيد هو جاي البلده يعني. الداخلي لازم تكون انه انت من السافر لمطارات اربيل او البصره تكون عندك هويه احوال مدنيه او بطاقه وطنيه نافذه. واذا كانت مثلا ما نافذه؟ لا ما من حقه. جوازه اذا كان صالح يقدر يسافر. شنو المستمسكات بعد؟ النذن اللي نستخدمهن. بطاقه وطنيه، هويه الاحوال المدنيه. لا انه تدي بها معلومات غير كافيه. احسنتم. يعني صراحة انا كنت مسافر قبل خارج العراق، وقبل ايام كنت داخل العراق سافرت الى البصره.
شفت ما شاء الله يعني كاونترات افضل من السابق للامانه، يعني اكو مرونه، اكو سلاسه باجراء الدخوليه. وكذلك اكو لاحظنا يعني كانوا شخصيات امنيه، احنا نريد نذكر شو هاي الشخصيات الامنيه، كانوا مع يعملون مع الاخوان في الكاونترات اللي تابعين نعم. الى اللي يسمحون بالدخول وختم الجوازات. ما شفناه يعني شنو الاجراءات اللي صايره بالمطار بصراحه؟ انه من ضمن التوجيهات دوله رئيس الوزراء انه هذا الحرم هو حرم الجوازات، والضابط الجوازات هو فقط المصرح به في العمل او الوقوف بهذا المكان. وهذا نظام عالمي في كل الدول انه ضابط الجوازات فقط، ضابط الاقامه والجوازات فقط يكون بالكاونتر. وهذا الكاونترات شلون تعاملتوا وياهم؟ صارت سلاسه بالدخول؟ اكيد اكيد. يعني صار كم كاونتر هسه عندكم يعني بالدخول؟ يعني احنا كل الكاونترات الموجوده يكون الضباط موجودين والمنتسبين حتى نفك الزخم ان شاء الله. الان بعثوا لي رساله للاخوان، بصراحه هذا سؤال سالناه على قضيه نعم. المغتربين. مساء الخير، بعض العراقيين عندما طلبوا لجوء في التسعينات في اوروبا كان قد غيروا اسماء مواليدهم بسبب خوف من ارجاعهم، لذلك معلوماتهم الان في اوروبا لا تتطابق مع جنسياتهم العراقيه وهم بالالاف. هل من حل هذه المعضله تغيير مواليد او تغيير اسم؟ في اوروبا مسموح تغيير الاسم لكن مواليد ممنوع تغييرها، طبعا نفس العراق. هل ممكن قانونيا تغيير الاسم او المواليد في العراق لكي تتطابق المعلومات الاوروبيه والعراقيه؟ علما بعض العراقيين كانوا قد غيروا اسمائهم، قصد السياسيين اللي تعجوا من المهجر كذا غيروا اسمائهم، لكن ممكن تغيير الاسماء والمواليد؟ هذا سؤال اخ مالك. قلت لك انه تغيير المواليد غير مسموح به، احنا عندنا تغيير الالقاب والاسماء فقط، وعندنا موقع اللي تابع لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن طريقة يقدمون الطلبات التغيير الأسماء والألقاب وتكمل إجراءاتهم. يعني لازم يقدمون طلب على الموقع أكيد طلبات مسبقة. أي نعم يطلب حضوره لو فقط يكون أكيد بعدين يطلب حضوره. وقال لك على شو رح أرجع؟ لا تستهل الأمور إن شاء الله. جيد، ممكن يصير وكيل إلي يراجع يسوي الوكالة؟ أي نعم نعم ممتاز. أكو سؤال وردني يقول كيف تتعامل مع أصحاب الجنسيات غير عراقية طبعا حينما يأتون ولا توجد أوراق ثبوتية غير الجواز؟ يعني الجنسيات أنه إحنا بالنسبة الأجنبي لا يعني العفو العراقي العراقي يعني العراقي عنده جواز نعم الجواز مالته مثلا يكون الأمريكي مثلا لكن ما عنده أوراق ثبوتية أخرى عراقية حتى على مود دخول الفيزا. احنا عندنا حاليا من ضمن قرارات دولة الوزراء انه سمح لبعض الجنسيات دول الاتحاد الاوروبي وبقية كم دولة بعد وياها انه يمنح الفيزا بالمطار، وكذلك دول الخليج العربي تمنح سمة الدخول بالمطار بدون موافقات مسبقة. اما بقية الدول يعني انه لازم يا اما يكون اذا كان عراقي لازم انه عنده مستمسك ما يثبت انه عراقيته، واذا ما كان عنده فلازم تكون عنده موافقة مسبقة من وزارة الداخلية المتمثلة مديرة الاقامة. شنو الموافقة من الموافقة؟ الموافقة منح سمة الدخول للاراضي العراقية. اها نعم. هذا العراقي اذا ما عنده مستمسك اذا ما عنده شيء يثبت. وش قد يعني فيزا طبعا تختلف من بلد الى اخر. طبعا طبعا نتعامل بها بالمثل لو عندنا دول نتعامل بالمثل، يعني اكثريتها تعامل بالمثل. احنا مثال هسه احنا كدوله ايران ودوله لبنان انه مسموح لها مباشر تدخل بدون سمه، كذلك احنا عندنا نفس الحاله نفس الحاله المطار. اكو اشكاليه عندكم بقضيه المراه دخولها بالاعمار؟ يعني من حقها تطلع خارج العراق؟ من حقها إيه اللي عمره تدري اللي عمره 18 سنة رجل أو امرأة من حقها إنه يغادر. يعني أنا إذا كان مثلا شخص وزوجته يريد يسفرها بزوجته ماكو سافر ماكو مشكلة من 18 سنة مدام القانون سمح لها بتصدار جوازها 18 سنة بدون ولي الأمر فمن حقها تسافر. حتى اللي بالغين اللي عمره 18 سنة نعم. ما يعتبر قاصر؟ لا هو 18 سنة بعد ما يعتبر قاصر. ممتاز.
عندنا طبعا هالمشكله تعاني منها الحكومه العراقيه بصراحه، ودي نشوف العماله الاجنبيه وصلت الى ان استجداف تقاطعات بغداد والمحافظات، ودي نشوف وزاره الداخليه حملات مستمره لاخراج المتسولين من غير الجنسيات العراقيه وكذلك العراقيين. نعم. شلون قاعد تتعاملون ويا المقيمين؟ هم ما نسميهم مقيمين. احنا يعني نعترف نقول اكو ناس من تجاوز. نعم. على العراق بالاقامه. والعماله ما شاء الله شوفها خاصه بدوار بالنفط بمطاعم هواي اعمال صارت بها الاجانب كثيرين بل يضاعف اكثر من عدد العراقي. انتم شلون تتعاملون وياه؟ شلون تمنحون السمه؟ سمات الدخول تمنح طلبات تقديم الشركات، اكو شركات خاصه او شركات متعاقده مع الحكومه، فمن حقها انه تجلب العماله الاجنبيه. تدري احنا عندنا بالقانون انه الشركات المتعاقده يعني تستخدم 50% من العماله الاجنبيه مقابل 50% من العماله العراقيه. فيكون هو المسؤول الاول والاخير عن انه تسرب العاملين. صاحب الشركه او الكفيل. وزاره العمل اكيد لها دخل بالموضوع. وزاره العمل تمنح الاذن لهم يعني. يوم جاي يقدم يقدم اوراق اصوليه ثبوتيه يعني كل الاوراق مستوفيه الشروط. فاكيد راح وزاره العمل تمنحها ووزاره الاقامه تمنح سمه الدخول. وقت انه مسؤوليه انه بعد الدخول انه صاحب الشركه هو المسؤول عن العاملين. جميل. انت وجهه نظرك يا سياده العميد بصراحه، شوف هاي العماله صارت بكثافه غير طبيعيه، بل حتى في وزاره النفط العدد صار 70% عماله اجنبيه و30% عماله عراقيه. شلون راح تتعاملوا بها بالمستقبل هذا؟ يعني بالنسبه انه احنا عندنا مديه الاقامه لقسم الابعاد اللي جاي يعني يبعد المتجاوزين يعني باعداد كثيره جدا، ويعني تعاون انه تعاون الشركات والوزارات مع وزاره الداخليه حتى تقلل من جلب العماله الاجنبيه. عندكم لجان تفتيش في نعم كل العراق؟ نعم نعم عندنا مفارز وفي كل المحافظات لأقسام الابعاد ومفارز يوميا جاي نبعد المتجاوزين اعداد كثيره. جميل. يعني اكو مشكله اخرى عائقه طبعا من بعد السقوط والى خاصه بعد دخول داعش تفاصيل قضيه تشابه الاسماء مع شخصيات ممكن ارهابيه مع شخصيات مطلوبه للقضاء. نعم. شلون قضيت او ما قضيت؟ هاي بعد ما عرفان هاي المعلومه على قضيه تشابه الاسماء ممكن يصير وانت واحد يسافر خارج العراق يقول لك تعال انت بالتشابه، وانت ما تعرف سياده العميد بانه مرات يوصل للاسم الرباعي التشابه. صحيح. خاصه احنا بالعراق حسين ابو علي. صحيح. وهاي التفاصيل شلون تاخذون على هاي الحاله؟ يعني ان شاء الله احنا بالنظام البطاقه الوطنيه راح يقلل انه يدخل بالنظام راح يقلل من اجراءات التشابه، راح تدخل به اسماء ورقم وطني مواليد اسم ام تقلل من حده التشابه. اكو مشاكل عندكم بهذا الخصوص؟ اكيد مشاكل كثيره، انه تدري المطلوبين اكثرتهم اسماء متشابهه فيصير عرقله يعني تاخير بالرحله يعني تصير مشاكل يعني حسب ما اعلم يعني من خلال وسائل الاعلام دائما ما نسمع مطار بغداد القى القبض على فلان، القى القبض على شخصيات وشخصيات كبيره، تهريب مخدرات، تهريب حله ذهبيه، اموال، دولار، خصائص تهريب الدولار. شنو المعلومات عندك عن هذا الموضوع؟ احنا بالنسبه عندنا كعمل قسمنا عندنا مختبر فحص الوثائق المزوره، والحمد لله انه من استلمت المهمه قبل حوالي 8 أشهر أو 9 أشهر القينا القبض على كثير من الجوازات والوثائق الاجنبيه المزوره. الحمد لله يعني ما عبرت هاي الفتره اي جواز مزور. شلون يعني قصدك مزور؟ الجوازات الاوروبيه. ها. اي اللي من خلالها هو هذا المسافر العراقي او المواطن العراقي
انه يقدر بيها يطلع لاوروبا يعني للحصول على اللجوء. ياخذ مزور حتى. نعم. زين باقي هالمخدرات كذا القيت قبض على هالحالات؟ اي نعم نعم، القينا قبل حوالي 5 شهور على تاجر مخدرات، يعني احنا كقسم جوازات مطار بغداد القينا القبض شخصيا على هذا التاجر. اكيد عن طريق معلومات. اي اكيد. تعاون مع بقيه الاجهزه السانده. شوف احنا اكو اجهزه ما تظهر بالصوره بس هي عملنا مرتبط وياها مباشر، تغذينا بالمعلومات اللي نستفاد منها. ممتاز. انتم ما انتم حدكم مسؤوليتكم يعني. نعم. الحد الصالح. نعم. لكم ارتباط بالطائره؟ اكيد عملنا كون احنا عمل واحد، احنا كل العاملين في مطار بغداد هم موظفي يعملون في مطار بغداد. وكنا عملنا مشترك انه الغايه منه انه المسافر يجي يكون يسافر بسلاسة وراحة وما يعني يحس بأي عرقلة في خلال رحلته. هي تواجهت بلد. أكيد أكيد. شنو المعرقلات تصير مرات أنت كضابط يعني تواجه معرقلات ممكن هاي تحسها قاعد تتراكم، شنو حتى تنوه لنا ممكن حتى المواطن يعرف، ممكن أنت هذا توجيه للمواطن المسافر. نعم نعم. قلت لك مثل ما بالبداية أنه معرقلاتنا أنه دائما يجون القاصرين. القاصرين يسبب لنا يعني ارباك بالرحلات. المسافر اصلا انه يجي يعني منطيك وقت مسموح لك انه وقت بينه قبل الرحله ب3 ساعات او 4 ساعات، فيجي دائما متاخر على الرحله وتروح عليه الطائره، يعني هاي من المشاكل. واي حالات؟ اي واي حالات. بالنسبه اصحاب يعني هم خليتوا الناس مثلا مكانه او تسهيلات معينه اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه؟ اكيد. اصحاب الامراض كل الحالات الانسانيه والمرضى احنا يعني نقوم لهم بالواجب يعني نقدم لهم افضل الخدمات. كل حالات استثنائيه خاصه. ممتاز. ممكن اني سافرت اي دوله فقدت جوازي او يمكن حتى بالطائره فقدت جوازي، مو بنفس الدولة. نعم. الدولة ممكن انت تروح للسفارة وتقدم طلب يطلبك جواز مرور مو اعتقد. نعم. نعم نعم. هاي شوف عندي معلومات عن الجواز. نعم. اذا هم اعرف من عندك حتى يعرفون الناس فين جواز المرور. او ممكن فقد سؤال شق ثاني ممكن فقد في داخل المطار. صحيح. يعني عفوا داخل الطائرة او اثناء دخولي بالمطار. شنو علاج الحالتي من الجواز؟ اذا كان الجواز مفقود بالبلد المسافر فيراجع السفارة ينطوه جواز مرور. ما تصير عندنا حالات يعني قبل حوالي اكثر من اسبوعين او اقل انه امراه فقدت جوازها وهي عبرت الجوازات. زين يعني هي بالطائره فقدت جوازها. بهاي الحاله احنا اول شيء يعني اول ما تنزل نحقق وياها شخصيتها انه اكيد عندها مستمسكات عراقيه ثبوتيه بداخل البلد داخل منزلها، ونكمل اجراءاتنا يعني بعد ما نتحقق من هويتها كانها عراقيه. زين بهاي الحالة شلون راح يصير دخولها؟ ختم الدخول؟ أكيد احنا عندنا ندخلها بالنظام معلومات و أها. نعم. وبعدين تستخرج جواز أو ممكن من البلد؟ أي أكيد أكيد ورقة من مركز الشرطة وبعدين تتحول إلى مديرة الجوازات. هسه الجوازات صايرة سهلة يعني استخراج جوازات يعني بعموم مديرية الجوازات والجنسية. إي يصير إنه احنا تعرف إنه أيام العطل يصير زخم على الجوازات، الناس تريد تسافر فهذا حاله طبيعيه. سمي الموسم. اي نعم. فيعني بالنسبه نقول انه قياسا زين هسه تشوف اكثر الجوازات يعني الجواز الالكتروني ما راح تطول غير اكثر من 30 35 دقيقه وتستحصل عليه. صح. بعد حد الزخم الالكتروني. اي اكيد. شنو الفرق بين الجواز الالكتروني والجواز الاعتيادي؟ الجواز الالكتروني انه احنا الجواز الاعتيادي انه لازم الضابط او الموظف المختص يدخل المعلومات. اما الجواز الالكتروني راح نفس المسافر ما راح يحتاج ضابط. انه قبل يدخل مباشره يخلي الجواز على المنطقه المصرح بها وياخذ معلوماته ويخرج. بس يحتاج على حسب ما اسمع الجواز الالكتروني عفوا يحتاج الى بطاقه وطنيه يلا يشتغل. اكيد اكيد. يعني بالمستمسكات الاعتياديه؟ لا 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 ابدا. السبب؟ انه حتى نوحد كل المعلومات.
انه تدري هذا البطاقه الوطنيه الرقم الوطني يكون على سيستم واحد كل العراقيين. احسنتم. طبعا شكرا جزيلا لحضورك، شكرا لكل المعلومات اللي وردت لنا اليوم بالحلقه، معلومات مهمه احنا طلعنا عليها بالبدايه كمواطن عراقي وكاعلام، وبارك الله بجهودكم. الله يبارك ان شاء الله قادم افضل ان شاء الله. والله يعينكم على الكم الهائل اللي راح يجيكم بالمطار بزياره الاربعينيه. شكرا لك، شكرا على دعوتكم الكريمه، واحنا بالعكس انه احنا جاي نقدم خدمه، انه هذا عملنا اولا، وجاي نقدم خدمه لناسنا واهلنا، وان يعني نظهر في الصوره لائقه وجميله لكل القادمين الوافدين من العرب والاجانب والعراقيين، انه هاي دوائرنا تشتغل جاي بجديه، انه اكو دوائر فعلا جاي تريد تبني بلد، والحمد لله يعني ان شاء الله نكون من هاي الدوائر احنا. واحنا نقول انت ابن الدائره. اكيد. يعني انا ادري بك من 2003 لفتره 2011 انت موجود في هذه الدائره. اكيد. عمل المطارات انه كل ما تكون انت لديك خبره بالمطارات لسنوات انه تكون افضل. تراكمي. افضل اكيد. ان شاء الله اتمنى كل التوفيق للعميد وسام الزهير مدير اقامه وجوازات مطار بغداد الدولي. شكرا مره اخرى للحضور. شكرا لك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة أو قبل أن نختم الحلقة هذه دعوة للأخوة مدراء إعلام وزارات الحكومة العراقية. هذا ما تفضل جناب دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد الشاه السوداني بالانفتاح على كل وسائل الإعلام وعدم منع وسائل الإعلام من تغطية كل أعمال الوزارات. خلي تكون عندكم روحية تمدد للآخر أن تتعاملون، بالتالي أكو قنوات عندها أجندات غرضها هو هدم البناء، وأكو بعض القنوات اللي تعتبر نفسها هي وطنية وعراقية مهمتها أن تقوم عملية الحكومة العراقية. بالتالي هذا الخط البياني المتجه بهذا الاتجاه القناة وعملية توعية أو إعطاء ملاحظات إلى دوائر الدولة، إلى المسؤول المعني بالأخطاء الموجودة في داخل المؤسسة اللي تتبع، ممكن ما توصل للخبر، ممكن الحواشي اللي تحت المسؤول توصل له بين علاقاته هنا قمر وربيع، يعني كل شيء ما بيه مشاكل. هنا ضرورة أن ينزل الوزير أو وكيل الوزير أو مدير عام ينزل ميدانيا أن يلاحظ، حتى رئيس القسم حتى مسؤول الشعبة من الضرورة أن يكون ميداني. احنا هنا واجبنا كإعلام نظهر هاي الحالة الإيجابية. بالتأكيد اكو ماكو دائرة ما بها جوانب سلبية، فاحنا نظهر الإيجاب ونظهر السلبي باتجاه هذه الدائرة. فعلى الأخوة مدراء الإعلام دعوة مفتوحة لكل الوزارات التعاون مع قناة الأيام وبالخصوص برنامج بخدمتكم. هذا البرنامج خصص لتقديم الخدمة للناس عبر الدوائر الحكومية التابعة للحكومة العراقية. فلهذا السبب اليوم نعلن لكم هذا الدعم المجاني بدون مقابل. أي وزارة خدمية تقدم خدمة للناس احنا بخدمتها. نعرض خلال حلقات البرنامج هذه الوزارة ما تقدمه للمواطن، بالتالي احنا عرضنا جهدك وكذلك قضينا حوائج الناس اللي محتاجة أن توصل صوتها إلى المسؤول المباشر. جزاكم الله خير وزارة الصحة كل يعني بشكل غير طبيعي متعاونين، كذلك بعض الدوائر متعاونين ممتاز، يعني جوازات الجنسية مو لأن السيد العميد يمي، أمانة بشكل غير طبيعي متعاونين. هذه الدوائر محتاجين بعض الدوائر خدمة مثل التقاعد ووزارة الدفاع وبعض من دوائر وزارة الداخلية محتاجين أن نتعامل وياها حتى تقدم لنا خدمة للناس. هذه رسالتنا لكم الأخوان في مدراء الإعلام في جميع الوزارات الخدمية، أبوابنا مفتوحة أن نقدم لكم خدمة من خلال هذا البرنامج الخدمي. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج وأنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرب. في أمان الله.